ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا من القصه اللي فاتت. جايه وجايبه لكم النهارده قصه جميله جدا، انا متاكده انها تعجبكم، بقلم الكاتبه الجميله جودي عماد. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في يوم من الايام في فندق كبير قوي ومشهور، كان متجهز على احسن مستوى واحسن حاجه، كان متجهز على أحدث الطراز الأمريكي لفرح أغنى شاب من أغنياء مصر والإسكندرية. كان العريس واقف مستني عروسته قدام أوضتها. طلعت أخته من الأوضة وهي بتقوله بصوت واطي علشان الناس اللي حواليه ما يسمعوش حاجة: الحق يا جابر، العروسة مش موجودة في أوضتها، شكلها هربت، لأني دورت عليها كتير قوي ومش لاقيها خالص. اتصدم الشاب اللي اسمه جابر وقال له هو مش مصدق كلامها: هربت يعني إيه يا نجاة؟ أنت متأكدة؟ هزت نجاة راسها بتأكيد وهي بتقول له: أيوة متأكدة يا جابر، هنعمل إيه في المصيبة دي؟ الناس هتقول علينا إيه؟ على آخر الزمن تيجي عيلة زي دي وتهرب يوم الفرح وتخلي سيرتنا على كل لسان. اتكلم جابر وقال لها بعد ما افتكر حاجة: نجاة، شوفي كده الشبكة بتاعتها موجودة والشيكات اللي أنا اديتها لها علشان الفرح، عايزك تشوفي وتدوري على كل حاجة أنا اديتها لها وتشوفيهم هما موجودين فين. افتكرت نجاة الشبكة الغالية اللي أخوها جابها للعروسة، ردت عليه بسرعة وقالت له: حاضر استنى. سابته نجاة وهو واقف على نار. دخلت نجاة أخت الأوضة وابتدت تدور على الفلوس والذهب، لكنها ملقتش حاجة، حتى دورت على الهدوم اللي هي كانت جايبها لها بس برضو ملقتهاش. طلعت تاني والمرة دي خايفة من رد فعل أخوها على اللي حصل، وقفت قدامه وقالت له بخوف: جابر، البنت شكلها نصبت علينا وهربت بعد ما سرقت كل حاجة، مفيش أي أثر ليها جوه خالص، ولا حتى الهدوم بتاعتها موجودة، ولا حتى الشبكة موجودة، البنت خدت كل حاجة معاها يا جابر. وفي الوقت ده اتعصب جابر قوي لأنه حس إنه أكبر مغفل، نصبت عليه عيلة صغيرة وهو بيتهزله رجالة بشنبات. اتكلم بزي وقال لنجاة: إزاي ده يحصل؟ أنت كنت فين؟ أنا مش قلتلك ما تبعديش عنها نهائي يا نجاة؟ إزاي سبتيها لوحدها علشان تلحق تعمل كل ده وتهرب كمان؟ في الوقت ده نجاة حست ان جابر بيجيب اللوم عليها، اتكلمت بزيء هي كمان وقالت له بعتاب: جابر، ما تلومش على حد غير نفسك، علشان ماما كانت بتنصحك تبعد عنها بس انت اللي ما بعدتش عنها، فعلشان كده ما تلومش غير نفسك انت، فاهم؟ تلوم نفسك وبس مش حد تاني. سابها جابر ومشي ناحية البودي جارد وبدأوا يقلبوا الفندق ويدوروا عليها لانها ما لحقتش تمشي من الفندق. اما على الناحية التانية في اخر الفندق كان مكتب المدير اللي كان شاب في بداية التلاتينات، حط في شنطته آخر ملف هو هيشتغل عليه لما يروح بيته. دخل الأسانسير علشان ينزل للدور الأرضي بس شاف بنت أقل ما يقال عنها إنها جميلة قوي بس ملامحها باهتة خالص. قرب منها وهو شايفها ماسكة شنطة هدومها في إيديها ووقف جنبها من غير ما يتكلم. قربت هي منه شوية بحجة الشنطة، مهتمش بيها لحد ما نزل الدور الأرضي. وأول ما نزل وخرج من الأسانسير وراح ناحية الجراج علشان عربيته، أول ما حط إيده في جيب جاكيت بدلته ملقاش ولا المفتاح ولا محفظته ولا حتى التليفون. وقف شوية وهو بيحاول يفتكر إذا كان حطهم في المكتب، بس هو فاكر كويس إنه أخدهم معاه وهو نازل من مكتبه. افتكر البنت اللي كانت معاه في الأسانسير، اتعصب قوي منها وحط الشنطة في شنطة العربية اللي كانت مفتوحة بالصدفة، واتكلم وهو بيجري بأقصى سرعة عنده: يا بنت الحرامية، والله لاجيبك دلوقتي حالا. دخل مرة تانية للفندق وهو بيدور عليها، طلع الدور الأخير علشان يشوفها في الكاميرات، وفعلا لقاها في الأوضة بتاعت المخزن القديم قبل ما يقلبه هو مكتب للأرشيف. خرج من أوضة المراقبة وراح أوضة الأرشيف ودخل بالراحة من غير ما تحس هي. وقف ورا عمود في الحيطة موجود وهو شايفها قاعدة في الأرض وقدامها حاجته اللي سرقتها منه، وفي شنطة قدامها فيها فلوس وهدوم. في الوقت ده كان متعصب قوي منها ومن سرقتها لحاجته الشخصية. قرب منها لحد ما وصل قدامها قال لها بصوت عالي: تعالي هنا يا حرامية، أخيرا مسكتك، أنا مش هسيبك غير وانتي في القسم، يلا قدامي. اتفزعت البنت من صوته وبصت له بخوف وردت عليه وهي خايفة منه، قالت له: استنى بس، حرام عليك، طب ساعدني الأول وبعدين خدني على القسم براحتك، بس دلوقتي ساعدني أرجوك. رد عليها المدير وهو متعصب قوي منها بسبب سرقتها ليه، رفع حاجبه باستغراب منها وقال: انت مجنونة يا بنت، انت اساعدك ازاي؟ انت حرامية وسرقتيني، يعني المفروض دلوقتي اخدك قدامي على الاسم عادل وهم هناك يتصرفوا معاكي بقى، بس الاول يدوني حاجتي. اتكلمت البنت وهي مركزة في ملامح وشه الوسيمة اللي مش بتشوف زيها غير في الافلام والمسلسلات.
استنى بس يا حليوه، انت صدقني انا مش حراميه ولا نصابه، انا اهلي كانوا هيجوزوني غصب عني، الواحد عجوز ومكحكح قد جدي. ده يرضيك؟ طيب طب بلاش دي، يرضيك اهلي يبعوني بالرخيص كده وانا لسه بنت جميله في ريان شبابي؟ يرضيك يدفنوني بالحياه مع واحد عجوز قد جدي؟ كان واقف المدير وهو مصدوم من كلامها ومصدوم اكتر من تمثيلها قدامه. هي في لحظه قلبت على بنت غلبانه وضحيه، واللحظه كان هيصدقها لو هي ما كانتش سرقته. اتضايق من نفسه علشان يتعاطف معاها وقال لها بصوت عالي: لا انت اكيد مجنونه، ما تتجوزي ولا تتباعي، انا مالي، انا كل اللي يهمني حاجتي اللي انت لطشتيها، وبعدين ايه جو المسكنه بتاعك ده؟ انا مش هصدقك وانت لسه سرقاني يا بنت الحراميه انت. اتضايقت البنت وردت عليه وهي بتقوله بضيق: الله، طب وليه الغلط ده دلوقتي يا حليوه؟ انت حاجتك اهي خدها، انا بس اخدتها علشان كنت هتصل باي حد من صحابي ييجوا ياخدوني من هنا مش اكتر، انت اللي فهمت غلط. رد عليها المدير وهو بيضحك بسخريه وقال باستهزاء على كلامها: والله هتتصلي بالمحفظه والمفاتيح برضو؟ ردت عليه باستظراف: لا بالتليفون يا خفيف، المفتاح ده جه معايا بالغلط، اما المحفظه فعلشان انا محتاجه فلوس، ولو كنت مش محتاجه كنت عمري ما همدي ايدي ليك او لغيرك حتى. سكت المدير وهو بيفكر في كلامها المنطقي من وجهة نظره، وبعدين اتكلم وقال لها بعد حسم قراره: طب يلا قدامي بسرعة قدامي. البنت وهي بتبصله باستعطاف: يعني مش هتساعدني؟ صدق اللي قال الحلو ما بيكملش، يلا يا اخويا زق عجلك من هنا بقى، انا مش جاية معاك في حتة. هز المدير راسه وهو مش مصدق دماغها اللي متركبة غلط، اتكلم بزيق وزهق وقال لها: انت غبيه، بقولك قدامي علشان اساعدك، علشان انا متعودتش اشوف حد في محنه، واسيبه يلا بقى امشي. ضحكت البنت وهي فرحانه وبصت له والملامح وشه الوسيمه وقالت له: تصدق اللي قال الحلو بيكمل عادي جدا. المدير غصب عنه ضحك ورد عليها وهو بيقول: والمثل ده مين اللي قاله يا فيلسوفة هانم؟ اتغرت البنت في نفسها وعدلت ياقه هدومها الوهميه في البلوزه وقالت له بامر: أنا. يلا يا أخ شيل الشنطة وتعالى ورايا. هز المدير راسه بمعنى مفيش فايدة فيها واتكلم بصعوبة وهو بيحاول ما يضحكش عليها أو على أسلوبها الظريف من وجهة نظره: صبرني يا رب على ما بلتني، يلا يا أختي انجري قدامي. مشيت البنت قدامه وبعدها وقفت لما افتكرت حاجة، لفت تاني وقالت له: إلا صحيح اسم الكريم إيه هندسة؟ رد المدير عليها بقرف من طريقة كلامها وقال: هندسة اسم شهاب، عندك أي مانع؟ هزت البنت راسها وهي معجبه بالاسم وبعدين قالت: لا انا فيروز. سكتت شويه وكان من الواضح عليها انها بتفكر، وقبل ما شهاب يسالها كانت اتكلمت هي وقالت له: تصدق لايقين على بعض فيروز وشهاب، اقسم بالله نغمه كده الاتنين مع بعض. مسك شهاب نفسه بالعافيه علشان ما يضحكش عليها ويضيع هيبته قدامها اكتر من كده، واتكلم بجمود مزيف وقال لها: قسما بالله لو ما مشيتي وانتي ساكته صدقيني هسيبك هنا وامشي، انت فاهمة ولا لا؟ ضربته فيروز بكتفها في كتفه وقالت له: خلاص يا اخويا سكت اهو، ما تزقش انت بس. الله، كان شهاب متضايق ومتعصب من طريقتها في الكلام، لام نفسه كتير قوي علشان ساعدها، بس هو مش متعود انه يسيب حد في دقيقة او يعني لوحده، علشان كده ساعدها. ركبوا العربية ومشيوا من قدام الفندق، وفي الوقت ده رفعت فيروز ايديها على رقبتها وهي بتقول بصوت واطي: الحمد لله عدت على خير وتمت المهمة بنجاح. حس شهاب انها بتكلمه، بصلها وسألها وقال: بتقولي حاجة؟ اتوترت فيروز لكنها خفت توترها ببراعة وقالت بمرح وهزار: لا يا اخ ما تركزش معايا علشان ما تهيسش، انا ساعات بتكلم مع نفسي او مع بنات افكاري، ممكن بقى تركز على الطريق. وصل شهاب على بيته ومعاه المصيبة اللي قاعدة جنبه مش عارف يعمل معاها ايه، هو مش هيقدر يوديها الاسم لانها صعبت عليه، وحس انه لو كان عنده اخت هيساعدها ومش هيسيبها، علشان كده قرر ياخدها معاه بيته وهيساعدها لحد ما يوصل لحد من اهلها ويتكلم معاهم علشان يغير فكرتهم عن جوازها لشخص اكبر منها. بص على الكرسي اللي جنبه فشافها وهي نايمه، بص في ملامح وشها وبتلقائيه ضحك لما افتكر طريقه كلامها، سيطر على نفسه وابتدى يصحيها لحد ما صحيت، وبعدين قال لها: يلا وصلنا. بصت فيروز حواليها بخوف وهي مش مركزة في أي حاجة وقالت بصوت عالي: في إيه؟ أنا فين؟ يا لهوي أنت خطفتني؟ يا خرابي الحقوني يا ناس، الراجل ده خطفني وأكيد هياخد أعضائي حتة حتة ويباها علشان يبقى رجل أعمال وغني على قفايا أنا، وبعدين أنا هكون في خبر كان. وقطعها شهاب وقال بزيق:
ايه يا بت انتي، في ايه؟ اهدي كده على حالك واتظبطي احسن لك. انا اللي غلطان اني بليت نفسي بلوه زي كده، انا اللي غلطان. اقول ايه بس، ربنا يصبرني على اللي بليت نفسي بيه. حاولت فيروز تفوق شويه وتصحصح، واول ما صحصحت قالت خلاص يا اخ شهاب انا فقت خلاص. اصل معلش يا اخويا، انا لما بنام بنسى كل حاجه بتحصل معايا قبلها. كانت لسه هتكمل كلامها لكن قطعها شهاب وهو بيقول لها بزهق، بس بس كفايه رغي كتير، يلا انزلي قدامي خلينا نخلص من ام اليوم اللي مش هيعدي على خير ده. بصت فيروز حواليها باستغراب، واول ما شافت العماره اللي هم واقفين قدامها خافت على نفسها وقالت له ايه ده، احنا فين؟ قدام بيتك مش كده؟ ضحك شهاب ورد عليها بسخريه اسم الله عليكي نبيهه، يلا يا اختي انزلي خلينا نخلص. ردت عليه فيروز وهي بتتكلم برتح بعد ما بدات دماغها ترسم سيناريوهات عن اللي شهاب هيعمله فيها اول ما تطلع شقته زي ما بتشوف الافلام والروايات. لا بقول لك ايه يا حبيبي، مش معنى انك هتساعدني يبقى هتاخدني شقتك، لا فوق يا بابا، انا اصلا مش من البنات اللي انت تعرفهم، فاهم ولا لا؟ اتصدم شهاب من طريقه تفكيرها بعد ما هو قرر يساعدها، اتضايق اكتر منها وقال لها بضيق اهدي في ايه، بقول لك ايه انا مش عايز وجع دماغ، عاجبك انزلي معايا وتعالي اقعدي عندي يا بنت الحلال، انا عايزه اساعدك. مش عايزه؟ شوفي هتكلمي مين يجي ياخدك من هنا، انا كل اللي هعمله هقعدك في اوضه والدتي، ده لو انت عايزه يعني. انا هنزل وشقتي الدور الثالث، فكري كويس ولما تاخدي قرارك نفذيه. سابها شهاب وخرج من العربيه وطلع شقته، واول ما دخل رمى المفتاح على الترابيزه وقعد يفكر في المصيبه اللي بلى نفسه بيها. اتمنى في الوقت ده انه لو ما كانش رجع ليها وكان ساب ليها حاجته، ما كانش يعرف انه لما يعوز يساعدها هتعمل كده معاه. قاطع تفكيره صوت الباب وهو بيخبط، عرف في الوقت ده انها خدت قرارها بان هي تفضل معاه ومعاناته معاها هتزيد، هو عارف كده كويس. فتح لها الباب وقال بتاعكم خير جيتي يعني. اتحرجت فيروز من طريقه كلامه وضغطت على ايديها وقالت باحراج حضرتك لو مش عايز تساعدني انا مش هجبرك على حاجه، انا ممكن امشي اروح اي مكان عادي، والله مش هتفرق معايا. خلصت كلامها ولفت علشان تمشي، وفي الوقت ده شهاب حس بانه زودها معاها، اتكلم بسرعه علشان يلحقها قبل ما تسيب وتمشي. استني هنا انت رايحه فين؟ انا سبق وقلتلك اني هساعدك وانا لسه عندي كلمتي ليكي. اتفضلي يا فيروز معايا. لفت فيروز ليه وبصت له وهزت راسها بموافقه على كلامه. دخلت الشقه فمشي بيها شهاب لحد اوضه والدته وفتح الباب وبعدها قال دي اوضه والدتي الله يرحمها، ممكن تقعدي فيها وانا اوضتي اللي في اخر الشقه دي، لو احتجتي حاجه هتلاقيني، اندهي بس عليا تمام. هزت فيروز راسها بموافقه وقالت له بشكر تمام متشكره قوي بجد، مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه او هروح فين. رد شهاب عليها وقال لها العفو ما تقوليش كده، انت زي اختي الصغيره يا فيروز. اتكلمت فيروز بعد ما شهقت وقالت له باستنكار اختك الصغيره؟ لا مش للدرجه دي، انت اكيد ما عندكش 40 سنه يعني حاج متنكر في هيئه شاب صغير وعايش علينا الدور. ضحك شهاب بعد ما فقد السيطره على نفسه وما قدرش ما يضحكش على كلامها، اتكلم بصعوبه بعد السيطره على ضحكاته لا انا عندي 31 سنه وانت اكيد اللي صغيره وده اللي باين من شكلك. لا يا اخ شهاب مش صغيره ولا حاجه، انا عندي 25 سنه بس انا اللي طفله في نفسي شويه، وبعدين مش احسن ما اكون مكحكحه زيك؟ اتغاظ شهاب منها، بص حواليه وشاف مخدات السرير، مسك واحده في ايده واتكلم بغيظ وهو بيضربها بالمخده بقى كده طب يلا تخندي بقى ومن غير تصبحي على خير كمان بقى انا مكحكح ماشي يا فيروز. وتاني يوم الصبح صحيت فيروز وهي بتفكر هتعمل ايه في الحقيقه اللي هي خبتها على شهاب، ما هو ما كانش فيه طريقه غير دي علشان تقدر تستخبى عن عيون الناس وبالذات جابر، جابر اللي لو صمم يجيبها هيلاقيها حتى لو كانت تحت الارض. طلعت التليفون اللي هي كانت مخبياه في شنطه هدومها وضغطت عليه ضغطات كتير، وبعدها اتكلمت لما الخط اتفتح وقالت بقى لا نور طمنيني ايه اللي حصل امبارح بعد ما اخدت فلوس جابر ومشيت، هارجوكي قولي لي كل حاجه من غير ما تخبي عليا حاجه. جابر قلب عليك الدنيا يا فيروز، اوعي تظهري دلوقتي انت فاهمه، مهما تهربي او تروحي اي مكان اوعي تظهري في الاماكن اللي ممكن جابر يكون فيها حتى لو بالصدفه. فيروز ما اتفاجئتش بكلام نور لانها كانت متوقعه كل حاجه من جابر وبالذات لو حد علم عليه واخد منه حاجه غصب عنه، وده اللي هي عملته. سمعت صوت نور اللي كانت بتناديها بقلق فردت عليها وهي بتقول لها
بنبرة صوت طبيعية علشان تحاول تطمنها: ما تقلقيش عليا يا نور، أنا رحت عند مدير الفندق اللي كان فيه الفرح وهقعد عنده كام يوم، وبعدين هقلبه وامشي زي ما بعمل مع أي واحد بشوفه. المهم أنا هحاول أماطل معاه براحتي وأفضل في بيته على قد ما أقدر، وأول ما أعرف أخد الحاجات وامشي هقولك. نور مش عاجبها اللي صاحبتها بتعمله، لكن مفيش في ايديها حاجة تعملها. هي حذرتها كتير قوي، لكن كل مرة فيروز مش بتسمع كلامها وبتعمل اللي في دماغها. تمام، ابقي عرفيني تحركاتك اول باول وطمنيني عنك كل شوية يا فيروز. طب يلا قفلي دلوقتي علشان شكله جاي. قفلت فيروز معاها لما حست بخطوات شهاب بتقرب على باب اوضتها، وفعلا ما عداش 5 ثواني وخبط شهاب على الباب، فردت هي عليه من غير ما تفتح الباب. سمعته وهو بيقول لها: فيروز انا هنزل، اتعاملي وكأن البيت بيتك وخدي راحتك، انا لسه مش هرجع دلوقتي خالص، هرجع بالليل متأخر. يعني انت على راحتك؟ لمعت عين فيروز بسعادة عشان بقت في البيت لوحدها وهتقدر تعمل كل اللي هي عايزاه وتكون على راحتها. ردت عليه بسرعة لما حست انها غابت في ردها: تمام. نزل شهاب وراح على شغله، أما فيروز فهي قامت دورت على مكان تخبي فيه الفلوس اللي سرقتها، وفعلا لقيت. حاولت تحفظ الأماكن اللي كانت موجودة في البيت، رتبت البيت وعملت الأكل علشان تقدر تخلي شهاب يأمن لها، وده اللي حصل فعلا. شهاب بعد 2 شهر من قعدة فيروز عنده ابتدى يثق فيها ويتعود على وجودها معاه، اتقرب منها قوي لدرجة ان هو فكر يتجوزها علشان يساعدها ويخلي اهلها يسامحوها علشان هربت يوم الفرح. وفي يوم قررت فيروز انها تروح معاه الشغل، فقالت له: شهاب احنا صحاب مش كده؟ يعني اكيد هتسمع كلام روزا مش كده؟ بصلها شهاب بعد ما تأكد انها عايزة منه حاجة. مدام بدأت كلامها بالمقدمة دي، اتكلم وهو بيحاول ما يضحكش على تعبيرات وشها المسكينة، وقال: ارغي يا فيروز، عايزة ايه؟ اصل انتي مش بتقولي الكلمة دي غير لما تكوني عايزة حاجة ومهمة كمان. قربت منه فيروز وقالت له ببراءة طفلة صغيرة عايزة تخرج مع ابوها: ممكن انزل معاك الفندق النهاردة علشان خاطري، مش هعمل اي صوت خالص، كأني كرسي قاعد على كرسي ومش هتسمع اي دوشة خالص. رد شهاب عليها بكلمة واحدة لأنه عارف فيروز كويس قوي ومستحيل يصدقها لأنه عارف جنانها. لا، بوزت فيروز في وشه علشان تخليه يتراجع عن قراره، لكن شهاب كان قوي في موقفه وما تهزش باللي هي عايزة تعمله. حست فيروز انه مش هيتأثر، فقالت له: شهاب علشان خاطري أرجوك بليز أي حاجة. طيب، اتكلم شهاب برفض وهو بيقول لها على اللي هي عاملة فيه: لا يا فيروز، انت مجنناني في البيت هنا ومش ناقص جنانك في الشغل كمان، ده الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش جنونك فيها. عارفة يعني ايه ما ينفعش؟ فيروز مسكت ايده وقالت له بترجي: علشان خاطري مش هعمل اي صوت خالص والله. شهاب ارجوك، انا زهقانة بجد من قعدة البيت، بقالي كتير قوي ما خرجتش من البيت والجو ده انا مش متعودة عليه، ارجوك ارجوك. شهاب قلبه ما استحملش رجاءها واتكلم وقال لها: طيب يا فيروز اتفضلي البسي، هما 5 دقايق لو ما خلصتيش هسيبك وامشي. قامت فيروز بسرعة وهي بتجري وقالت: قبل الخمسة ما يخلصوا هتلاقيني قدامك، ووقتها مش هيكون عندك حجة علشان ترفض. ووصلوا للفندق وهي معاه، قعدت معاه في المكتب وهي بتلعب في الكتب اللي محطوطة على الرف. كان شهاب بيشتغل وهو مركز معاها ومع حركتها، وفي الوقت ده حس بشعور غريب قوي عليه. قرر ان هو هيتجوزها، هي مناسبة نوعا ما ليه، هتقدر تصونه. هو عارف انه غلط بس هو عايزها، وعارف انه قعدها معاه في بيته من غير اي رابط غلط خالص سواء عليه او عليها. امن مكتبه وقرب منها وقعد على الكرسي اللي جنبها وقال لها: فيروز عايزة اتكلم معاكي شوية، بس توعديني من غير هزار او تريقة ونتكلم جد، تمام؟ انتبهت له فيروز وهي بتقول له بطاعة: حاضر. شهاب اتجرأ ومسك ايديها وقال لها: بصي انا عارف ان اللي هقوله لك دلوقتي ده ممكن ما يعجبكيش، بس انا عايزه اتكلم معاكي عشان انا مش متعود اخبي حاجه على اي حد. بص يا فيروز، انا حسيت ناحيتك بمشاعر بس مش عارف افسرها ولا عارف هي ايه، بس كل اللي اعرفه اني عايزه اتجوزك، مش عايز نفضل عايشين كده. فكري براحتك وبعدين ردي عليا، وايا كان قرارك انا هتقبله يا فيروز وهكون عند كلمتي وهحاول اصلح بينك وبين عيلتك، ولو ما وافقتيش اعتبري اني ما قلتش اي حاجه خالص ولا حتى اتكلمت معاكي دلوقتي خالص. فيروز ردت عليه وهي فرحانه من جواها، لان اللي هي كانت عايزاه خلاص هيتحقق من غير اي تعب منها. هي مش حاسه ناحيته بحب بس في مشاعر تانيه جديده عليها. مسكت ايده اللي هو سابها علشان يقوم وقالت: شهاب
انا موافقه اتجوزك، انا مش هلاقي احسن منك ليا، انا كمان اتكون جوايا شعور ناحيتك ومش عارفه افسره، بس كل اللي اقدر اقوله يا شهاب اني موافقه، وانا عارفه انك هتصوني وهتكون ليا سند وظهر اتحمى فيهم. وبعد شهر كان شهاب وفيروز فيه بيجهزوا لفرحهم. هو طلب من فيروز انهم يتجوزوا على طول لانه مش محتاج خطوبه، والنهارده هو اليوم المنشود. كان واقف شهاب في فندقه وهو بيجهز، لانه قرر انه هيعمل الفرح في الفندق. اول ما خلص رن تليفونه، ولما رد عرف ان في واحد طالب يقابله ضروري. سمح له شهاب انه يجي قبل ميعاد الزفه، وفعلا دخل له جابر وقعد بعد ما شهاب سمح له. اتكلم جابر بهدوء وقال له: شهاب باشا، انا جيت النهارده عشان ابرأ ذمتي قدام ربنا، وكمان عشان مش هقدر اشوف حد بيعيش اللي انا عشته وشفته والفضيحه اللي تعرضت لها. قلق شهاب من كلامه رغم ان هو مش فاهم منه اي حاجه، لكنه قال له: في ايه يا جابر بيه، انت قلقتني؟ حمحم جابر وقال له بخوف من ردة فعله، لكنه كان لازم يعمل كده، وخصوصا بعد ما شاف فيروز في الفندق وهي بتتجهز في اوضه العروسه بالصدفه. انا شفت الانسه اللي انت هتتجوزها بالصدفه، وعرفت انها نورهان اللي كنت هتجوزها، بس هي سرقتني وهربت يوم الفرح، والظاهر كده انت ضحيتها الجديده وهتعمل معاك اللي عملته معايا. اتصدم شهاب من كلامه لكنه ما صدقهوش، علشان واثق في فيروز، مستحيل تخدعه بعد اللي عمله معاها، مستحيل. هجم على جابر ومسكه من ياقة قميصه واتكلم بصوت عالي وقال: انت بتقول ايه يا جدع، انت اكيد مجنون، مستحيل اصدق التخاريف دي، انت فاهم مش هصدقك. جابر بعد عنه بصعوبة وطلع صور من جيب جاكيت بدلته واداها لشهاب وهو بيقول له: لا انت لازم تصدقني، دي صور من حفلة الخطوبة، بص فيها كويس، ولو هي اكيد هتعرفها. اخد منه شهاب الصور وبص فيها وهو مصدوم، لانها فعلا فيروز اللي كانت موجودة في الصور مع جابر. اتكلم وهو مصدوم ومش قادر يستوعب اللي هو شايفه قدامه، مستحيل، ازاي ده، ازاي تكون دي هي، انا كنت مغفل قوي كده. صعب شهاب على جابر اللي طبطب على كتفه بمواساة وقال له: معلش يا شهاب باشا، انت وقعت مع اكبر نصابة في البلد، ودلوقتي انت معاك دليل عليها، حابب تسجنها ماشي، مش عايز براحتك، ودلوقتي انا دوري خلص وخلصت ضميري قدام ربنا، ودلوقتي عن اذنك يا شهاب باشا. سابه جابر وخرج بعد ما ريح ضميره، هو مش حاططها في دماغه لان اللي اخدته منه ما يجيش حاجه في ثروته، بس حب يريح ضميره. اما شهاب حس بوجع في قلبه لانه حبها بجد، ايوه حبها، هو دلوقتي فهم مشاعره دي، فهمها بس متاخر قوي بعد ما امن ليها هي وبس، اول واحده تدخل في حياته كانت هي ومحدش غيرها، حس معاها بشعور عمره ما حسه غير معاها. قعد على السرير ورجله مش شايلاه، هو اول مره يحب حد بالطريقه دي ويكون عايزها معاه في حياته كده. افتكر شهاب وقت ما خرجوا سوا مع صديق ليه مع مراته، قام بسرعه وراح ناحيه اوضتها، فتحها من غير ما يخبط، ووقف في نص الاوضه واتكلم وهو بيقول للناس اللي حواليهم: اخرجوا بره لو سمحتم، محتاجه اتكلم شويه مع فيروز. ضحكوا البنات وهم فاكرين ان شهاب مش قادر على بعدها، علشان كده جه ليها دلوقتي. اما فيروز فهي فرحانه قوي علشان خلاص هتتجوز. قربت من شهاب وقبل ما تتكلم كان هو رمي الصور في وشها واتكلم بلوم وعتاب: خلوها تكره نفسها علشان كدبت عليه، انا ازاي هنت عليكي تعملي فيا كده، ازاي كنت مغفل بالطريقه دي وقعدتك في بيتي وامنتك عليه، لا وكمان كنت هتجوزك علشان كنت فاكر انك هتقدري تحافظي على بيتي وعليا وعلى اولادنا فيما بعد، بس الظاهر ان كنت غبي ومغفل كبير قوي لدرجه اني حبيتك رغم انك سرقتيني يا فيروز، المفروض كنت اخد بالي منك، لكن لهفه البدايات غمت عينيا زي ما بيقولوا، انت بجد وقعتي من نظري جامد قوي يا فيروز. مسكت فيروز ايده قبل ما يمشي واتكلمت وهي بتعيط من كلامه الجارح وقالت له: شهاب استنى هفهمك كل حاجه، والله الموضوع مش زي ما انت فاكر، ارجوك اوعى تفتكر اني وحشه، والله الموضوع غير اللي انت عارفه يا شهاب. شهاب شال ايده من ايديها وهو مش طايقها ولا حتى طايق لمستها ليه، رد عليها باستهزاء ونبره صوته مليانه خذلان وعتاب: هتفهميني، هتفهميني ايه يا فيروز، ان كنت الضحيه الجديده بتاعت حضرتك؟ لا، وهتقولي لي انك سرقتي البروش بتاع رفايده لما كنا في المطعم، انت اكبر كدابه انا شفتها في حياتي، الحمد لله ان ربنا كشفك ليا قبل ما كنت اتعود عليكي اكتر من كده، وبعدين اتجرح لما تبعدي عني، كويس ان انا لسه على البر. فيروز جريت وراه ناحيه الباب وهي بتقول له بترجي: شهاب اسمعني ارجوك، علشان خاطري اقف بس واسمعني. زقها شهاب بعيد عنه وقال لها: ابعدي عني يا فيروز، ده لو كنت فيروز فعلا البنت البريئه اللي حبيتها من غير اراده مني
انا خارج ومش عايز اشوفك تاني، انت فاهمه؟ اياك يا فيروز اشوفك قدامي مره تانية، صدقيني هعمل اللي ما عملتوش دلوقتي بسبب قلبي الخاين اللي وقع في حب نصابه زيك. حاولت فيروز تتكلم معاه وتشرح موقفها، بس شهاب سابها وخرج من اوضتها والفندق. عدت ايام وشهور وفيروز بتحاول توصل لشهاب، بس هو اختفى، مش عارفه مكانه، حتى بتروح له كل يوم الفندق بس مش بتقابله. في الوقت ده قررت فيروز انها تروح لدكتور بمساعده صاحبتها نور، وفعلا راحت فيروز لدكتور نفسي علشان تعالج نفسها من مرض السرقه اللي كان ملازمها من صغرها. في الوقت ده عرفت قد ايه هي حبت شهاب ومش هتقدر تعيش من غيره. وبعد 5 شهور خرجت من عند دكتورها النفسي بعد ما عرفت انها خفت تماما. قررت تروح الفندق زي كل يوم، هي قررت ما تيأسش خالص. ووصلت للفندق ودخلت اوضه شهاب اللي كان موجود فيها بالصدفه علشان ياخد اوراق مهمه لسفره. ايوه، هو قرر يسافر علشان مش قادر يعيش وهو بعيد عن فيروز، مش عارف يعيش بعيد عن السعاده اللي هو لقاها معاها هي وبس، مش عايز يرجع لوحدته من تاني. حس فيروز اللي جريت عليه اول ما شافته وحضنته من ظهره وهي بتقوله باشتياق حس بيه في صوتها: كنت فين كل ده يا شهاب؟ دورت عليك كتير، ليه اختفيت كل ده بعيد عني؟ انت ما تعرفش انا عانيت ازاي في بعدك عني يا شهاب. بعدها شهاب عنه ورجع يركز مره تانيه في الاوراق اللي هو بيجمعها وقال لها: ابعدي عني يا فيروز، مش هقولك تاني، انا لحد دلوقتي مش عايزه اتصرف التصرف الصح، واظن انت عارفه هو ايه. ودلوقتي تخرجي، هي هسيبلك المكان انا كله. ما ردتش فيروز عليه لانها كانت واقفه وهي سرحانه في ملامح وشه الوسيمه اللي هي اشتقت ليها. في الوقت ده عرفت قد ايه هي حبته، لا هي مش بس حبته، هي عشقته كمان. هز شهاب راسه بموافقه وقال لها بسخريه وهو بيحاول يلم حاجته بسرعه: شكلك مش هتخرجي يا فيروز، يبقى هخرج انا واسيبلك المكان باللي فيه، ويا ريت ما تجيش ورايا عشان صدقيني هتندمي قوي يا فيروز. مشي شهاب ناحية الباب علشان يخرج، جريت فيروز وراه وهي بتقول له بياض من أسود كلامه: شهاب ما تسيبنيش، أنا بحبك ومش هقدر أعيش من غيرك، للأسف مش هقدر أكون مع واحدة نصابة زيك. أنا رحت للدكتور وتعالجت علشانك يا شهاب، اتعالجت عشان أشرفك قدام الناس، أرجوك اديني فرصة وسامحني، وأوعدك إنك هتشوف فيروز تانية خالص. شهاب في الوقت ده ما قدرش يوصف شعوره اللي هو كان الفرحة والسعادة علشان قدرت تتعالج وترجع طبيعية. قرب منها وطبطب على ايديها وقال: انت اتأخرتي يا فيروز، انا طيرتي بعد ساعة من دلوقتي. مسكت فيروز ايده وهي بتقوله بكسرة وقهر حس بيهم في نبرة صوتها: يعني ده اخر كلام عندك يا شهاب؟ ارجوك فكر فينا شوية. يا فيروز اشوف وشك بخير، انا مبسوط انك اتعالجتي علشان نفسك. حست فيروز في الوقت ده ان شهاب خلاص ضاع منها ومستحيل يرجع لها تاني. مسحت دموعها وضحكت بخبث لما شافت الباسبور بتاعه، بعدت عنه وقربت من مكتبه وخدت الباسبور وشدت المفتاح من ايده وطلعت تجري. جري شهاب وراها وهو بيحاول يمسكها، دخلت الاسانسير فدخل شهاب وراها وداس على اخر دور ومسكها من ايديها وهو مقربها منه وبيقول لها: مش كل مرة هتهربي مني، وانا مسكتك زي المرة اللي فاتت، يعني رجعنا لنقطة البداية يا شهاب، وهتحبني زي ما انا بحبك؟ شهاب مسك ايديها وقال لها بخبث: انت غبية ليه يا روزة؟ هو لو انا ما بحبكيش هقف معاكي ليه ان شاء الله؟ مش يمكن معجب؟ طب يلا يا اختي قدامي على المأذون، قدامي يلا عشان اتجوزك يا بلوة حياتي. ولحد هنا خلصت قصتنا، واتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في امان الله.